يا دكتور، ده انت اول مره اشوفك تكشف على حد والله العظيم. شفتني وانا بقول لها انت بنت كلب، انت حولدر مين، انت كميله خالص. ايه ده يا دكتور؟ ابا ابا يا لهوي، يا لهوي، يا لهوي على العسل، يا لهوي. حاولني حد يلحقني دراعي بيفر دمه. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ والنبي والنبي شوية هموت عليها ياما، وتبقى بيضة ياما، هموت عليها ياما. اوعى اهدي. انت بتعمل ايه يا مواطن انت؟ فين المعزة؟ لا ما انا سبت المعزة وجبت الفرس. فرس في عينك. اتفضل اطلع وسيب الفرس. سيب الاستاذه. اتفضل اطلع انت دلوقتي. ايه ده؟ همشي لوحدي؟ ايوه هتمشي لوحدك. تعالى يا عم محمد، بقول تعالى، عايزك قوم قوم قوم، عايزك خد. ايه ده؟ ايه ده؟ وتبقى بيضه يا اما، والنبي بيضه بيضه. يا نهار اسود، انت شفت عم محمد اللي اديله 13 سنه مرمي هنا؟ عم محمد ايه؟ نسيب عم محمد وما نشوفش المزه دي؟ بقول لك ايه؟ شوف الصاروخ ده وشوفه محتاج ايه كده، وانا واقف لك على الجنب التاني. عناية 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 يا دكتور، عناية. مساء الخير. انا عايزه اتعالج. ايه ده؟ معلش ممكن اسال حضرتك سؤال شخصي في الدخليات شويه؟ اتفضل. هو انت بجد ولا ايموشن؟ هو ابو خدود حمرا ده بتاع الوستاب. وستاب؟ ايوه. ده انت تحفه قوي. الله يخليك يا رب، تسلمي لي. وستاب؟ ايوه. تعرف انت بتفكرني بايه؟ بايه؟ عارف الواد اللي التكامانتس ده اللي بينط بتاع السابوي؟ ايوه عارفه، الواد الصغير ده اللي بيجري؟ لا لا التاني. اللي هو الراجل التخين اللي بيجي وراه؟ لا 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 التاني. ايه ده؟ امال انا شبه مين؟ الدوج ده اللي بينط الصغنطوط ده. ايوه تصدق ان انا كل اصحابي يقولوا انت شبه البوبي؟ كوبي تيبيكال. بس اقول لك على حاجه يا مدملك، انت حلوه صوابع زينب. يا عسل. زينب دي مين؟ مامتك؟ ايوه زينب دي ماي اكس جيرل فريند. لا والله. ايوه يا عسل يا جيرل. ايوه هبوس الواوا. واوا يا قليل الادب، بقى كل الامكانيات دي وتقول لي ابوس الواوا؟ احترم نفسك. واوا ايه يا جعر يا زباله؟ بوسها هي. بوس ايديها. ابوس ايديها هي امي يا عم، عشان ابوس ايديها. انا مش عارفه، هو انا مامته عنده حق طبعا. طب حضرتك بتشتكي من ايه؟ انا انا عملت حادثه. او ماي جاد، بلازما وايدي بتنزل زي ما انت شايف. يا خرابي، طب ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل؟ انا هحكي لكم بس ركزوا معايا. مركز؟ انا لما اتخبط بعدين كل واحد معدي مش عايز يوقفني، مش عايزين يوصلوني للمستشفى، بقول لهم ارجوكم يعني اسعفوني حرام، انا عامله حادثه. ما الانسانيات يا جماعه. ايوه ما حدش عايز. الراجل قال لي معاكي كام؟ هتدفعي كام؟ ما كانش مش عارفه شنطتي حطيتها فين ولا كنت ملخومه، قطعت السلسله من رقبتي واديتها له، عشان كده جابني هنا. يا استغلاليين يا اولاد البوبوهات. طب معلش يعني شوفينا بأي حاجه يعني. حتى انت يا بروتوس. والله يا كاسياس يا اخويا، انا كان نفسي اخدمك بس يعني الراجل خد سلسله ذهب، راعي ان احنا شغالين لوحدينا في كاريا. ايه ده؟ استنى وريني. ايه دي؟ خلاص خدها، مش خساره فيه. بجد والله؟ مع اني مش بعرف اعيش من غيرها. ده ذهب دي ولا ايه؟ دي وريني. ايه ده؟ دي شوكتي. شوكو؟ يعني الراجل ياخد سلسله ذهب وانت تديني شوكو؟ لا يا اختي انا عايز طقم الجيلي، هات لي منين؟ تصدق ان انت جاهل؟ جاهل ليه؟ جاهل جدا. ايه ده وريها لي كده؟ دي احدث حاجه في الكارتيه يا جاهل. احدث حاجه في الكانتينيه، وانا بجيب حامي الكانتين اصلا. كانتين؟ الله. ايوه دكتور. ايه دي شوكه حلوه جميله يا خرابي. ده انتوا لاسعين خالص يا مش مهات. هات هات. هو الشوكه دي بتعملي بيها ايه؟ انا هحكي لكم الموضوع بس ركزوا معايا. انا مركز. انا جدا بحب بقى اروح الريستورانات والمطاعم الحاجات الشيك الحلوه واشوف المناظر الطبيعيه واستمتع بالبحر واكل الجمبري، الحاجات البلع دي اللي انتوا. ايوه طبعا. بدل بقى ساعات مرات وانا قاعده على الترابيزه تبع بتاع المطعم اللي في المطعم ترابيزه بتقع مني الشوكه عادي بتحصل. حقيقي مش معقول حفظ الكل شويه انزل اجيبها واتعب المترو اقول له هات لي شوكه. ايوه طبعا. بروح خلعها واكل ويلا واوبا. يخرب بيت الدمار. ايه الناس الحلوه؟ شايف ولاد الناس لما بيفكروا يا باشا. طبعا. المهم حضرتك ده دلوقتي يا دكتور، احنا ممكن نعمل اجتماع للدكتور؟ ايوه يا دكتور. ايه؟ الولاد شكلها مريشه ومعاها فلوس كتير، هنعمل ايه؟ الولايه دي شكلها فنانه جميله عزيز. عرفت ازاي؟ اشوف حضرتك على طول.
يا دكتور ابوس يدك يا دكتور. الاستاذه في حاله صعبه ولازم نعمل العمليه. بس احنا نعمل لها العمليه. ايوه لحظه واحده. انت حرام عليك وانا مسكينه. لا انا مالك يا دكتور. عمليه 112 اللي انت موت فيها سبعه قبل كده. ايوه عارفها بس عشان نحضر بقى اوضه العمليات. يلا يا ام الخير. مسكينه يا ام الخير. هاتي لبس العمليات للاستاذه. ايوه معلش قبل ما اودعها بس اقول لها كلمه. يا مسكين باين عليك من عينيك ورعشة ايديك. شايف الرعشة يا جاهل. امال ازاي يا مسكين باين عليك من عينك ورعشة ايديك. كلك شوق وتحبني مبرضك غصب عليك. عاش ولد عاش. هطال عمرك يا طال عمرك. عاش. هلا والله امتى الزمان يسمح يا دميل وديك الحقنة في الحتة اليمين. يا بعينك ايه ده؟ انتوا كلكم طمعانين فيا دكاترة وممرضين. لان الحلال اجمل سانتظر. ابا خد يا مروة. بس انا عرفت انا هعمل ايه. خلاص اتفضل. احنا دلوقتي هنبدا نعمل الاستاذه العمليه اللي هي يا دكتور 207 اللي انت جيت فيها 7. ايوه انا جيت فيها 7. خلاص يلا ام الخير حضري اوضه العمليات للاستاذه. عمليات ايه؟ انا مفيش حاجه. انا ايدي مجروحه. ده انا اللي مجروح من جوه والله. اتفضلي معانا. اتفضلي معايا يا ام. اتفضل فين؟ اتفضلي معايا عشان دول ما رحتيش معاهم هيكلونا يا ستي. يا رب انا دايما متعوره. معلش يا استاذه. انت مش هتعرف اكتر من الدكتور. والنبي يا ماما. يا سيد النبي يا ماما. غلط عليها يا ماما. غالي عليها يا ماما. والنبي يا ماما. لا جت في قلبي يا ماما. غلط عليها يا ماما. حرام عليكم. انا ما عملتش حاجه. مش عايزه اعمل عمليات. طب سيبوني بس. مش عايزه. انا ما عملتش حاجه على فكره. اقعد يا حلوه. ما كل اللي جاب ليك ما عملوش حاجه. حرام عليكم. تعال يا حبيب. حرام عليكم. متشكرين يا ام الخلوق. بارك الله فيكم يا رجال. بقول لك ايه يا دكتور. ايوه دكتور التخدير ما جاش النهارده والبنج خلص. اديها من البنج الاحتياطي. اديها. يلا معلش ارفع راسك سنه يا دكتور عشان بس السشوار. هنعمل السشوار. اوكي. را 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 بن. بناء على ما درسناه في كليه الطب وتوصيات السيد عميد الكليه وكتاب فن التشريح في اعطاء التصاريح، قررنا نحن الدكتور لولو والتمرجي جعيدي وعم محمد في تمام الساعة 8 مساء وبمقر المستشفى العام لقرية ميت كنانة بقطع يد المريضة الماثلة أمامنا، وذلك محافظة على أرواح الأبرياء.